إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم، داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من مدينة الدار البيضاء. لأن في هذا الأثناء هنا بالمدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء العثور على جثة شخص ستيني تقريبا 68 سنة، 68 سنة في هذا المساء، في هذا المساء هذا لقاو في هذه المنطقة اللي كتشوفوا فيها دابا انتوما. ما بغيناش نقربوا للجثة، بغيناش نقربوا للجثة، بغيناش نقربوا للجثة، لأنه لاحظوا معايا راه مجموعة ديال الأشخاص دابا واقفين هنا، مجموعة ديال الأشخاص. هذا السيد مسكين اللي كان جالس على حسب ما كيقولوا الناس، كان جالس جاه موت ديال الفجأة، جاه موت ديال الفجأة. سبحان الله كيقولوا الناس بأنه شهد، سبحان الله العظيم كيقولوا بأنه شهد هذا السيد هذا، سبحان الله العظيم، سبحان الله. إذن في انتظار وصول رجال الأمن، انتظار وصول رجال الأمن، سيارة إسعاف وصلت حاليا للمنطقة. أذكر بأنه هذا السيد تقريبا 67 68 سنة، مسكين كيعيش رفقة العائلة ديالو، ولكن يعني إنسان كما كنقولوا عاش الحياة ديالو، كان سابق جندي سابق في البحرية الملكية، متقاعد، لا حول ولا خدامي، الله يرحم والديه، سالة صعبين من سالة. التليفون غادي يطفى. إذا نذكركم مشاهدينا الأوفياء بأننا كنتواجدوا في المدينة القديمة، شخص ستيني في عمره 67 سنة اللي لقاوه جثة هامدة هنا في الشارع. على حسب بعض الناس كيقولوا بأنه هذا السيد هذا حس بالعياء، جا جلس في التروطوار، سبحان الله بقى كيشهد، توفى مسكين. دابا حاليا باقي كينتظروا السيارة ديال الطب الشرعي، اكيد وصول كذلك حتى الشرطه العلميه والتقنيه اللي غادي تدخل على الخط كذلك لمعرفه اسباب وفاه ديال هذا الستيني هذا. اذا في هذه اللحظات راه غادي يطفى لي التليفون، ما تنسوش بعيد، حنا غادي نرجعوا لكم من بعد.